غزة تمرت ما تقلش حاجة. هنا بنقول أرضنا أرضنا دمنا أمنا والناس ملايين مننا القدس حاضرنا. للشهر الثاني على التوالي ما زالت جراح غزة مفتوحة وما زال أهلها يبحثون عن أطفالهم تحت الأنقاض. عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مع المحامي الدولي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. نسأل عن الدور القانوني والإنساني لمنظمات حقوق الإنسان تجاه ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة. هو احنا محتاجين إصلاح النظام الدولي. هل نتخيل أنه قرار صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون ملزماً لإسرائيل؟ هذا القرار أصبح قيد على الحلفاء الغربيين لإسرائيل. الآن على الأرض الفلسطينية يحدث نوع من أنواع التهجير القسري إلى الجنوب. احنا عارفين ومطلعين على خطط وسيناريوهات تهديدات متعمدة بتتكلم عن إلقاء أزمة غزة على مصر. هل يمكن محاكمة المسؤولين عن جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ هل يمكن للقانون الدولي معاقبة إسرائيل؟ حوارات الأزمة ورؤية للمستقبل في حديث العرب من مصر الخميس السابعة مساء على قناة مصر الأولى.